أولا أهلا وسهلا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في وطن عمان، وبالتالي العلاقات أنا في تقديري الشخصي العلاقات متقدمة على مستوى القيادات السابقة رحمه الله، ولا شك أنه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسلطنة عمان بقيادة مولانا حضرة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله مجالات أوسع سيقود هذه العلاقة، وهناك يعني توافق كبير في كثير من القضايا الثنائية ستكون حاضرة في هذه الزيارة. العلاقة كذلك في بعض ربما الملفات الإقليمية الموجودة في المنطقة، ولكنها تأتي في إطار التفاهمات. العلاقة بين عمان والإمارات أنا أعتقد لها من الخصوصية يعني المتميزة سواء على مستوى الجوانب السياسية الثقافية الاجتماعية، ولا شك يعني أنه العلاقة هذه تأخذ أوجه مكتملة فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، في حجم التبادل الاستثمار. يعني دولة الإمارات تعتبر من المستثمرين الكبار في سلطنة عمان، وهذا حقيقة يعني يمكن الإنسان يلامسه في أكثر من قطاع، ليس في قطاع واحد. وفي تصور أن الأمور بحول الله كلها ترسم مستقبل يجني ثمار شعبين البلدين.